السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنعمل طريقة عمل فراخ مشوية بتتبيلة. هقول لكم برضو على المقادير بتاعتي ايه، وهقول لكم التتبيلة بنعملها ازاي. تتبيلة جميلة جدا، بتدي نفس جميل قوي للفراخ قبل بنقعها فيها قبل ما بنشوي. دي بتخلي طعم الفراخ جميلة جدا، احسن من الفراخ المشوية بتاع المطاعم. تعالوا الاول يلا يا جماعه نقطع الفرخه، وهقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. خلاص يا جماعه احنا قطعنا الفرخه بتاعتنا اهيت، وكان معانا كمان نص صدر قطعناه كلها اربع زي ما انتم شايفينها كده. بس قبل ما نحطها في التتبيله هقول لكم على حاجه برضو مهمه. هنجيب الورك كده وهنقطعه، يعني هنفتحه على اساس التتبيل يشرب كله من التتبيل. نفس الشكل كده. يا جماعه هنمسكها كلها زي ما انتم شايفينها كده. يعني ايه، مش هيسيبها حاجه، يعني هي لو اتقطعت كده مش هيسيبها حاجه، بس المهم ان هي تشرب من التتبيله. يعني الهدف من ده كله ايه، ان هي تشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها. خلاف كده كمان ان هي بتستوي معاك على طول. يعني انت لو انت عامله فرخه كبيره الحركه دي بتخليها تستوي معاك على طول. نفس الشيء برضو كده يا جماعه، نجيب الصدر برضو كده زي ما انتم شايفين اهي. بس بالطريقه دي كده بنفتحها كده اهو. خلاص احنا خلصنا دي، هنعمل برضو لسه باقي اهوت. بس كده خلاص. دي يا جماعة بصلة مفرومة اهي، دي برضو معانا معلقة صلصة زي دول كده. برضو في علبة زبادي. وبرده في معلقه خل على معلقه زيت. التتبيله برده بتاعتنا تتبيله جميله جدا. معانا بقى البهارات، بصل بودر وثوم بودر وفلفل اسمر، بهارات لحمه، ملح، خلطه فراخ، يعني اي بهارات عندك تفضليها حطيها. نضربها كلها في بعضها بقى. خلاص كل البهارات جلست كلها مع بعضها بقت بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هنجيب الفراخ بتاعتنا بقى نقيم ايه. خلاص يا جماعه تبلنا الفراخ بتاعتنا في التتبيله اللي احنا عملناها، غطيناها بالاسترتش اللي شايفينه اهوت. هسيبها بقى مده ساعه ولا حاجه في قلب التلاجة على ما تشرب من التتبيله بتاعتها، وتاخد وتدي مع بعضها كده. وبعدين ان شاء الله نرجع مع بعض تاني ونقول لكم هنعمل ايه. وده الفراخ بتاعتنا يا جماعه بعد ما تبلناها في التتبيله وقعدت في التلاجة ساعه، شربت بقى من التتبيله و كده. هناخدها بقى نرصها على الشوايه. معايا شوايه زي دي كده، ومعايا ال
الريحه بتاعتها جميله جدا يعني، لما قعدت في التتبيله بقت ريحتها حلوه قوي. رصها كلها على الشبكة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت ده كده عشان تاخد الوراق جار منها. يا جماعة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، هنولع الفرن بقى فوق وتحت ونحط الصاج، هندخلها بقى الفرن يا جماعة زي ما قلت لكم، يعني هنولع الشواية من فوق وهنولع الفرن من تحت. هنعلي النار شوية وبعد كده يعني بعد ما تاخد وتدي شوية كده هنقوم مهدين النار تستوي براحتها، وبعد ما تخرج هنوريها لكم ونشوف شكلها النهائي ايه. خرجنا الفراخ من الفرن يا جماعه، بس هي يعني ايه، هي قلناها محمرت من فوق كده، بس لسه بقى هقلبها علشان اضمن ان هي استوت معايا. هقلبها كده شويه على الجنب ده كده وهرجع اردها في الفرن تاني علشان يا جماعه نضمن ان هي استوت معايا. بالشكل ده كده يا جماعة بنرجع نربطها في الفرن تاني. احنا يا جماعة مش هنحطها في الفرن يعني فترة طويلة ولا حاجة، بس هي شكلها يعني ما شاء الله استوت، بس برضو يعني ايه، قلت اقلبها على الجهة التانية على اساس ان هي تغير لون معايا واضمن ان هي استوت، يعني تبقى ايه درجة سواها ايه مضمونة. خلاص تعالوا يلا ما نحطها في الفرن تاني، وبعد ما ترجع بإذن الله نوريها لكم. ودي يا جماعه الفراخ المشويه بعد ما خرجت من الفرن بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا قلبناها يعني اهي، حطيناها على جنب ده شويه وجنب ده شويه لغايه ما بسم الله ما شاء الله يعني ضمننا ان هي خلاص استوت وبقت حلوه. الخطوه اللي بعد كده يا جماعه هننقل بقى كل الحاجات دي، هنحطها في حله زي ده كده او انت براحتك، يعني حابه تحطها في ورق الومنيوم ماشي، بس احنا هنحطها كده. هنعمل كده ليه بقى؟ على اساس ان انا هجيب حتة فحمة واحطها في وسطهم ونولعها على اساس ان هي تاخد ريحة الدخنة، اكنها زي الفراخ المشوية بالظبط. حتة فحمة كده يا جماعة اهيت، نقطة زيت بسيطة كده يردوبك بس تعمل دخنة اهي، وبحطها واقوم قافلة عليه بس كده لغايه ما تخلص الدخنه بتاعتها والفراخ المشويه تاخد ريحه الدخنه اكنها مشويه على الفحم بالظبط. وان شاء الله بعد ما تخلص كده هنطلعها ونقول لكم هنعمل ايه تاني. تعالوا يلا يا جماعه نفتح على الفراخ بتاعتنا ونشوف عملت ايه. اهي يا جماعه خلاص خلصت الدخنه بتاعتها والريحه ما شاء الله، يعني ما اقولكوش ما شاء الله روعه، اكنها فراخ مشويه بالظبط. يعني اكنها مشويه على الفحم يا جماعه. احنا شويناها يعني تحت الشوايه في البوتاجاز، بس يعني نفسها اكنه نفس فراخ مشويه على الفحم. طعمها ريحتها بالتتبيله اللي احنا عملناها ديت بصراحه يعني فعلا تستاهل. ده يا جماعة كان الطبق بتاع الفراخ بتاعنا النهاردة، طبق فراخ مشوية بتتبيلة جميلة يعني لو انتوا عملتها بالطريقة دي هتطلع ما شاء الله معاك، وطعمها روعة وطعمها جميل جدا، طريقة ناجحة جدا. وده يعتبر يعني طعم من تغيير طعم كده يا جماعة، يعني تغيير في الأكل، يعني مش لازم نعملها نوبة مسلوقة، نعملها نوبة مشوية، نعملها نوبة يعني
بنشكل، عندنا الفراخ بنشكل كل حاجة يعني احنا عايزينها بنعمل. ده كان الطبق بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى يا جماعة لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك للفيديو للقناة، ويعمل برضو لايك للفيديو ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.